السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم حبايبي وكل متابعين قناة حنان الوراقي. النهاردة حبايبي هقدم لكم وصفة جميلة جدا جدا. الوصفة بتاعت النهاردة في بعض الأصدقاء عندي على الفيس طلبوا مني الوصفة ديت، عايزين وصفة يعني إزاي يعني يتخلصوا من الأمل اللي بيبقى موجود في شعر أولادهم، وخصوصا كمان بيبقى في أيام المدارس. طبعا الشعر طبعا من لعب الاولاد بقى مع بعضيهم وكده اهوت، فبتبدا العدوى بتنتقل لطفل تاني اللي هي بقى اللي هي الام. لا طبعا عايزين وصفه تكون طبيعيه وعلاج طبيعي يخلصهم ايه من الامل اللي بيبقى موجود في الشعر والسباقنا. فانا النهارده عامله معاهم بقى يعني هنعمل الوصفه ديت معاكم، ما هي مش هتبقى اعمال، انا هنقول لك ازاي بقى اللي انت تعمليها، لان الوصفه ديت جميله جدا جدا. وكمان يعني بالصدفه امبارح يعني كنت قاعده بقى قلت بقى ايه اقعد بقى ايه كفايه بقى ايه شغل وكده اهوت، واستريح بقى من الشغل في القناه شويه واقعد بقى اتفرج على التلفزيون وارفع عن نفسي حبه. فيعني بالصدفه كده وانا قاعده قدام التلفزيون فتحته فلقيت دكتور امراض جلديه، بس مش عارفه بصراحه اسمه ايه، بس اتكلم بالنسبة بقى للأمل والسبان وكده هوت، وفي بعض الأطفال بيعاني وكده. فكانوا عاملين تقرير بقى وجايبين الأطفال وكده هوت مع أمهاتهم، فأنا بصراحة استفدت يعني استفدت بالحلقة ديت جدا وقال الوصفة ديت، فأنا عشان كده كمان حابة إن أنا أقدمها لكم وعاملة معاكم الفيديو دوت النهاردة، وقلت بالمرة يعني اعمل فيديو وانتوا كمان تستفادوا منه، وكمان يبقى انا كده عملت فيديو برضو الناس اللي هي طلبت مني وصفة طبيعية يعني ازاي تخلصوا من الامل والسبان اللي بيبقى موجود في شعر ايه اولادهم. فالوصفة النهاردة زي ما احنا شايفين معانا الزيت، الزيت الاكل العادي اللي انت بتحمري فيه بيه البطاطس وبتعملي بيه الاكل، ومعانا الخل. لا ده كده المكونات يعني حاجة بسيطة جدا. هتبدأي اللي انت مثلا من بالليل هتدهني هتاخدي الزيت يعني حبة زيت بقى كده اهوت يعني من ازازة كده على ايديكي. هتبدأي اللي انت ايه هتعملي الخطوة دي، هتبدأي اللي انت يعني تدلكي بقى شعر بنتك كويس او ابنك. بعد كده اهوت هتبدأي اللي انت المهم اللي انت تغرقي فروة الراس كده بالزيت والشعر. فهي بالطريقة دي بالنسبة للأمل، الأمل دوت بيبقى كائن حي، حشرة بتبقى كائن حي، فديت فانت كده لما بتدهني الزيت الزيت دوت بيخنقها، فبتبدأ اللي هي مش بتتنفس، فبتبدأ ايه اللي هي ايه هتموت. يعني هتعملي ايه بعد ما تدهني بقى الزيت؟ هتبدأي اللي انت هتلفي بقى بعد ما تدهنيه، هتلفي شعر بنتك كده ايه كحكة كده اهوت، ويعني تعمليه بتوكة او بدبوس شعر. بعد كده هتجيبي بقى ايه كيس وتلبسيها تلبسيها الكيس كده اهوت على شعرها، وبعد كده ايه تربطي شعرها كويس بأشرب وكده، وتسيبيها بقى ايه لمدة ايه لمدة ليلة. تاني يوم ما هتبداي بعد كده هو تاني يوم بقى هتبداي اللي انت ايه هتغسلي بقى ايه شعر بنتك كويس بميه دافيه وشامبو عشان تتخلصي من الزيت، لازم ميه دافيه عشان تتخلصي من الزيت اللي هو موجود في قلب شعرك. بعد كده هتنشفي شعرها كويس بقلب بفوطه، وبعد كده هتبداي اللي انت يعني هتجيبي بقى ايه يعني هتجيبي اشارب كده تربطيه على يعني على كتف بنتك عشان طبعا اي حاجه تنزل عليه، وتبداي باستخدام بقى ايه مشط ضيق بعد اللي هو بيسموه فلايه. هتبداي بعد كده اللي انت هتاخدي المشط الضيق ده هو هتبداي اللي انت ايه هتسرحي بيه شعر بنتك، الاول تسلكيه بس بفرشه عشان ايه الشعر ايه يبقى بتسلك معاكي، وبعد كده بتبداي بقى بالمشط الضيق ده اهو، وبتبداي اللي انت ايه بتسرحي الشعر كويس جدا. طبعا كل مره كل ما بتيجي يعني تسرحي بالمشط اي حاجه تنزل يكون جنب منك طبق فيه ميه، بتبداي اللي انت تغسلي فيه الايه المشط، بحيث ان انت لما ترجعي المشط تاني على شعرها وتسرحي ما يبقاش فيه حاجه في قلب المشط يعني تتخلصي. طبعا اللي بينزل بقى الامل اللي بينزل ده هتلاقيه نازل كله معاكي ايه ميت، لان احنا كده يعتبر اللي احنا ايه ده احنا خنقناه خنقه يعني فظيعه يعني كده. انت كمان يعني لما احنا مغطيتي شعر بنتك بالكيس
وشرب وكده اهوت، فكده اتخنق يعني، هينزل هتلاقيه نازل معاكي كله ميت. بعد كده اهوت، بعد ما بتعملي الخطوه ديت كويس وتنضفي بقى شعرها من اي امل موجود فيه، بعد كده اهوت هتبداي اللي انت بقى ايه تغسلي المشط ده اهوت كويس جدا. اغسليه بقى ايه على الحوض يعني، بميه كده بصابون وبفرشه سنان عندك قديمه كده اهوت، عشان يبقى المشط ايه ما فيهوش ايه اي حاجه. وممكن برضو كمان اللي انت تطهري المشط كمان يعني، ممكن ايه شويه خل كده حطي المشط فيه يعني لمده ايه ربع ساعه كده اهوت، عشان ايه تطهري المشط. بعد كده اهوت هتبداي بقى ايه، بعد ما عملنا الخطوه ديت هنيجي بقى ايه الدور بقى اللي جاي بقى على دور ايه، دور الخل. الخل بقى بالنسبه للخل هيبقى استخداماته علشان يخلصك من السبان اللي هو موجود بقى ايه في قلب الشعر. السبان بقى ده هو يعني احنا عارفين اللي هو بيبقى صعب وبيبقى لازق بقى على الشعرايه، وصعب اللي هو يطلع. وطبعا مهما ست البيت اللي هي تسرح لاولادها، الام تسرح فتلاقيه اللي هو برضو لازق على الشعر. فالخل بقى تبدأ اللي انت تاخدي من الخل لا. ويعني حبه بحبه كده على ايديكي، وبعد كده هتبداي اللي انت تدهني الشعر من الجذور كده لحد الاطراف، ويعني تشبعي الشعر كده تدهنيه كويس بالخل. وبعد كده هتلاقي بقى ايه الخل بعد كده هيخلي السيبان ينزل ايه بكل سهوله. بعد ما تدهني الشعر كويس هتبداي اللي انت هتلفي شعرها كده يعني تلفيه كده كحكه، وتعمليه برضو بتوكه، وهتغطي الشعر وتسيبيه لمدة ايه نفس الخطوات برضو زي ما اول خطوة، برضو هتغطي الشعر بكيس وبرضو البطولة شعرها، وبعد كده هتسيبيه لمدة ايه 4 ساعات. بعد ال4 ساعات هتبدأي اللي انت ايه ما تغسليش بقى الشعر ايه تحت الحنفية. بعد ال4 ساعات هتفك الكيس من على شعرها، بعد كده هتقومي انت بقى طبعا انت كنتي ايه غاسله المشط كويس زي ما قلت لكم، ما هتجيبي بقى المشط، وبعد كده اهوت هتبداي اللي انت ايه هتقومي مسرحه بقى الايه الشعر. هتلاقي بقى ايه وانت بتسرحي هتلاقي السيبان ده اهوت يعني نزل ايه نزل بكل سهوله، هتلاقيه يعني هتلاقيه بينزل معاكي على طول. لا. الخل بقى يعني الخل لما انت غطيتي الشعر وتساب 4 ساعات هو اللي بيسهل يعني الخل بيقوم بدور كويس جدا، هو اللي بيسهل عليكي السيبان ينزل من الشعر بسرعة. فدلوقتي ايه بعد ما تتأكدي اللي هو نزل كله، طبعا يكون برضو جنب منك طبق وفي شوية مية نضاف برضو، بحيث اللي برضو السيبان اللي ينزل من الشعر برضو تغسيل المش فيه. وكل مره برضو لما تيجي تسرحي يعني ايه تكوني منفضه المشط من الميه خالص وتسرحي الشعر، هتلاقي السيبان بينزل معاكي يعني بكل سهوله. بعد كده اهوت بعد ما تتاكدي ان الشعر كله ما فيهوش خلاص سيبان خالص، هتبدأي بعد كده اللي انت هتغسلي شعر بنتك بالشامبو عادي، هتغسلي شعرها بقى ايه عادي. وبعد كده اهوت بقى هتسرحيه، عايزه بقى تحط لها مثلا بتدهني كريم ولا حاجه هتدهني، وبعد كده يعني بتبقى خلاص. يبقى انت كده قضيتي على الاثنين، يبقى انت كده قضيتي على الامل وعلى السباق يعني، وكل حاجه بخطوات لها خطوه يعني زي انا ما قلت لكم بالظبط، هتعملي الخطوات زي انا ما قلت لكم ايه بالظبط. بالنسبة للوصفة ديت لو بنتك مثلا شعر بنتك فيه أمل ياما ولا حاجة، تكرري الوصفة ديت مرتين ايه مرتين في الأسبوع. طبعا يعني مرتين هيبقى يعني حلو مناسب جدا جدا لو هي عندها يعني شعرها في يعني أمل ياما أو سباق. لو شعرها مثلا في حاجات خفيفة يعني كفاية مرة ايه مرة كل أسبوع لحد ما تتأكدي ان شعرها خلاص يعني ايه ما عادش فيه أي حاجة. وطبعا الوصفه ديت جميله جدا جدا بصراحه، انا لما سمعتها قعدت كده اهوت يعني وركزت مع الدكتور لما قال، بس انا ما كنتش اعرف بصراحه اسمه ايه لان انا كنت فاتحه يعني فتحت وهو بيتكلم، فكان حظي حلو اللي انا سمعت الوصفه دي بصراحه. ويعني هو برضو ربنا يبارك له لان هو بالامانه يعني اللي هي مش بتاعتي انا، ف برضو انا يعني حبيت برضو اللي انا اقدمها لكم وانتم كمان تستفادوا منها، واي حد برضو يستفاد يعني بالوصفة ديت لان هي جميلة جدا يعني كلها حاجات طبيعية زيت وخل.
حاجات كلها موجودة في أي بيت يعني. أتمنى حبايبي للفيديو النهاردة يكون عجبكم وتكونوا استفدتم منه، ولو في أي سؤال أي استفسار اكتبولي تعليقات وأنا معاكم. بحبكم جدا جدا في الله حبايبي. كان معاكم حنان الوراقي، أم ندى وفتحي. ياريت اللي لسه متابعيني لأول مرة فضلا وليس أمرا حبايبي، لو الفيديو عجبكم والقناة عجبتكم وبتستفادوا منها، ياريت اللي انتوا تدعمونا كده حبايبي بالاشتراك في القناة، وما تنسوش تفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد بقدمه في القناة أول بأول. لا، وياريت كده تدعمونا كده باللايك والشير عشان الفيديو يوصل لأكتر عدد من المشاهدين اللي هم يشوفوا الفيديو، وكمان القناة كمان تكبر بيكم كمان حبايبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.